السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم البيتكوين؟ يعني فيديو أصدقائي راح أتكلم عن عملة البيتسي أو عملة البيتكوين وعملة تيرا لونا. طبعا راح أتكلم كمان عن العملة اللي ممكن تخطي خطى عملة تيرا لونا أو تنهار مثل ما انهارت عملة تيرا لونا. قبل ما نبلش بالفيديو أصدقائي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسى تضغط على اللايك حتى تشجعنا لنقدم مزيد من المحتوى. طبعا وفي رابط قناة التليجرام موجود أسفل الفيديو. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأندر. طبعا أصدقائي، نحن حاليا بالبيتكوين بسعر 23760. طبعا إذا تتذكروا بالفيديوهات السابقة أو قبل فيديو أو فيديوهين تكلمنا عن تحليل البيتكوين. طبعا بالفيديو هذا والفيديو هذا تكلمنا عن تحليل البيتكوين، طبعا توقعنا هبوط البيتكوين إلى 23000. طبعا هذا الفيديو فيديو مهم جدا جدا، بتمنى كلكم تتابعوا هذا الفيديو على اليوتيوب، تدخل على قناتي على اليوتيوب وتشوف هذا الفيديو. توقعت هبوط البيتكوين الى منطقة 23000. نحن حاليا اصدقائي في منطقة 23700. التحليلي الشخصي اصدقائي انه عندي منطقة ارتداد قوية بنسبة 70%، ممكن نرتد من هاي المنطقة، لا سمح الله اذا صار عندي كسر فنحن ممكن نتوجه لمنطقة 15 الى منطقة 14000 دولار. طبعا اصدقائي هذا الدعم دعم قوي جدا، وعندي هذا الدعم على 23000 كمان دعم قوي جدا. طبعا احتمالية هبوط البيتكوين الى منطقة 15000 احتمالية ضئيلة جدا، فانا بتوقع ارتداد من مناطق 23000 بعد بصير عندي ارتداد صحيح الى منطقة 30000 دولار. طبعا بعد الاختبار خط الدعم، اذا ما تم الكسر والاقفال اسفل خط الدعم فمتوقع ارتداد الى 30000، وكسر 30000 كمان امر مهم، وكسر القمة المزدوجة اللي تكلمنا عليها بالفيديو السابق كمان عندي اياه امر مهم جدا. طبعا دخلنا صفقات لونج، دخلنا بالامس تقريبا 3 صفقات، صفقة ضرب 3 اهداف وصفقتين ضرب الستوب لوز. طبعا نحن وقت ندخل صفقات ندخل عند خطوط دعم، طبعا احنا وقت نشوف الدعم مخفي طبعا دغري بننزل صفقه لونج مع ستوب لوز. نحن حاليا بقناتنا الفي اي بي خارج سوق العملات المشفره الى حين ارتداد واضح وصريح من عند احد الدعوم. طبعا نتوقع ارتداد من 23000، طبعا ممكن ندخل صفقه بعد المشي العرضي. اذا لمسنا بال 23000 وصلنا نمشي بشكل عرضي، اذا لقينا شمعه ابتداعيه بعد كسر 23000 وبعد ارتداد ولم يتم الاغلاق اسفل 23000 فممكن ندخل صفقات لونج مع ستوب لوز على خسارة قريبة جدا او على خسارة قليلة جدا. هاي بالنسبة اصدقائي لتحليل البيتكوين. اما بالنسبة لعملة تيرا لونا اصدقائي، فنحن بالامس فعلا صدمتنا عملة تيرا لونا. طبعا اصدقائي في ظل هبوط سوق العملات المشفرة عملة تيرا لونا ما انخفضت ابدا، حافظت على قوتها وحافظت على استمراريتها في الثبات. طبعا بالامس بعد ما استقر البيتكوين وصار يمشي عرضي تقريبا ساعة او ساعتين، عملة تيرا لونا ضربت منطقة 3 دولار او 3.5. طبعا احنا حاليا اصدقائي عند الممر عم نمشي فيه على عملة تيرا لونا. في حال استقرار البيتكوين عملة تيرا لونا راح تنفجر حرفيا، لاني في ظل الهبوط الكبير اللي صار بعملات الالت كوين والبيتكوين عملة تيرا لونا خفضت بشكل بسيط جدا او خفضت بنسبة بسيطة جدا جدا، وهذا الامر فعلا تفاجأت منه من عملة تيرا لونا. انا اشتريت عملة تيرا لونا اصدقائي على $2.85 من تقريبا اسبوع، اشتريت على هذا السعر. طبعا وهدفي هو 4.10 سنت، عند 4.10 سنت الى 4.5 انا ممكن بيع على 4 الى 4.5، يعمل لي مربح من 70 الى 60%. لذلك اصدقائي فانا عم انتظر فقط استقرار سوق العملات المشفره واستقرار البيتكوين حتى تنفجر عمله تيرا لونا. اما اصدقائي بالعمله اللي حاليا سيناريو مشابه لسيناريو عمله تيرا لونا اللي هي العمله ترون او عمله تي ار اكس الخاصه بشبكه ترون. طبعا هاي العمله عندها عمله مستقره اسمها يو اس دي دي. طبعا هذا الدولار مستقر كان بسعر 1 دولار، حاليا بسعر 98 سنت الى 99 سنت، فصار انخفاض اصدقائي. هذا الانخفاض مو طبيعي ابدا على العملات المستقرة او عملات اليو اس دي. لذلك اصدقائي هاي اول خطوة صارت في عملة تيرا لونا، حاليا عم نشوف انخفاض باليو اس دي، يا اما بنشوف شبكة ترون تحارب وترفع من سعر اليو اس دي تبعيدهم
أو اليو اس دي تي الخاص فيهم، يرتفع سعره ويعود إلى $1 وتستقر الأمور، أو راح نشوف كمان انهيار لعملة ترون وعملة اليو اس دي. أصدقائي، منكم وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.